ومعكم عزوز منبي، واحلى فيديو مع ريادة الماتش يوم الخميس. وعايز اقول لازم تحدد هدفك. قبل ما اكمل الكلام اشتركوا في القناة واعملوا لايكات مع تعليقات حلوة مع تفعيل الجرس. لازم تكون عندك هدف في الحياة. لو هدفك في الحياة انك عايز تخس هتخس وهتعمل فورمة حلوة. لو هدفك في الحياة انك انت جسمك يبقى حلو هيبقى حلو. يعني مثلا انا بعمل ريادة المس بقالي يمكن سنة ونص ولا سنتين. هدف من ريادة المس يعني ايه؟ لياقة بدنية عالية. لازم تكون عندك لياقة بدنية عالية. لما تبقى عندك لياقة بدنية عالية انت هتستفاد. يعني ريادة المس دي من ضمن اللياقة البدنية العالية. المس مفيد عند الأطفال وعند الكبار وعند كل الأعمار. هتمشي هتلاقي صحتك النفسية تتحسن. كل ما تمشي أكتر كل ما تلاقي الحالة النفسية تتحسن أكتر. فريادة المشي مهمة جدا جدا في حرق الدهون في الحركة في كل حاجة. واشتركوا في القناة واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس.